معنا على الهاتف نائب هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ووكيل غرفة صناعة التطوير العقاري. سيادة النائب، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. حابين نعرف من سيادتك في الأول مختصر سريع لما دار في هذه المقابلة مع السيد نائب وزير الإسكان بخصوص هذه الشركة. هو طبعا كان في لقاء مع سعادة وزير الإسكان، وكان موجود الدكتور وليد عباس نعم نائب الوزير وآخرين من الوزارة، وكانت السبب اللي هي المبادرة بتاعت معالي رئيس الوزراء لتصدير العقار للمصريين وغير المصريين المقيمين في الخارج، وكانوا عاوزين، وطبعا كان الغرض أو الهدف من الاجتماع أو من المبادرة الحصول على الدولار في الوقت الحاضر نظرا لوجود أزمة في قيمة أو تغيير قيمة الجنيه المصري. والحقيقة هو المبادرة كانت أو الاجتماع كان يسمع آراء المستثمرين، يعني هو يعني مش قرار طالع بالمبادرة 1 2 3، لا، هي المبادرة طالعة بالعنوان ده وبالهدف ده، وبيسمع آراء المستثمرين لوضع آلية علشان يتحقق الهدف بسرعة. فهو طبعا من ضمن الآراء أو المقترحات إن في أجانب في مصر عددهم يزيد عن 16 مليون، نعم فلازم التعامل معاهم، وكل يحتاج عقار سواء بالشراء أو الإيجار. كمان للمصريين اللي خارج مصر أو اللي بيشتغلوا بره مصر هم عددهم كبير، وكمان الأجانب اللي عاوزين يرغبوا في شراء بالفرصة دي أو بالمبادرة دي، لأنها ليها مميزات. من ضمن المميزات إنه بيدفع قيمة بالدولار، فطبعا لما يدفع قيمة بالدولار في ظل تغيير سعر الجنيه المصري فهو الوحيد اللي كسبان. هو ديت المبادرة دي فيها نوع من الاستثمار العقاري للمشتري، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المطور بيعرض المنتج بتاعه الجاهز للبيع فورا، بيعرضه على شركة اسمها أصول. أصول دي شركة قطاع خاص، هشوف بقى الجمال وشوف التعاون. الدولة بتتعاون، والدولة تمثل مين بقى؟ تمثل خمس وزارات، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة المالية، البنك المركزي، ووزارة العدل. خمس وزارات عشان تبقى المبادرة دي متأملة من ناحية قانونية ومن ناحية سرعة الإجراءات. نعم. وكمان لما بيشتري عقار بعد 10 سنين بيرجع له 80% من القيمة اللي هو دفعها بالدولار، يعني معناها ان هو اشترى العقار ب 20%. فتخيل بعد 10 سنين تلاقي العقار قيمته اتضاعفت ربع، وهيرجع له كمان 80%، يعني هو اشترى العقار ب 20%. انت فهو ادخار واستثمار من كذا ناحية. فهو حقيقة هي مبادرة جريئة ومبادرة جميلة، وداخل فيها بقى جميع المطورين العقاريين اللي عندهم عقار جاهز للتسويق. وكمان في مقترحات جت اخرى، عده مقترحات كتير، وغرفه التطوير العقاري يمثلها المهندس طارق شكري او النائب طارق شكري كرئيس الغرفه، ويمثلها النائب هاني العسال كوكيل الغرفه، وحوالي 20 اخرين من كبار مستثمري مصر، منهم شركة صبور
شركات كتير مهمة كلها يعني. ففي مقترحات كتير، واتفقنا ان احنا هنصيغ كل الجلسة دي وكل المقترحات وهنقدمها لهم في خلال اسبوع. ولذلك هو في يعني تغيير في الشكل العام في مصر من ناحية الاستثمار والجرأة والقفز بالفايدة للي بيشتري، ويعني هي فرصة فعلا متاحة ما كانتش متاحة قبل كده. وكل متطور عقاري عنده وحدات جاهزة للبيع بيسلمها فورا أو بيعلن عنها فورا لشركة أصول وللوزارة. تاني حاجة اللي ممكن يكون في عقار جاهز بعد 3 شهور برضه يقدم، عقار جاهز بعد 6 شهور برضه يقدم. دي كلها المقترحات، عقار جاهز بعد سنة برضه يقدم، والمطور بياخد فلوسه من وزارة يعني من وزارة المالية ومن بتعليمات أو تحت رعاية البنك المركزي. فهو دائرة جيدة جدا ودائرة استثمارية مغلقة وآمنة قوي، لأن مشترك فيها الدولة تمثلها في 5 شركات. فهي مبادرة من معالي رئيس الوزراء يعني ما حصلتش قبل كده وتبشر بالخير. طيب معالي نائب، خلينا نتكلم عن الإجراءات والسياسات اللي هيتم اتخاذها من قبل الدولة لتعزيز صادرات العقارات إلى الخارج من خلال تلك الشركة. ما هي يعني وزارة الداخلية تمثل في التحريات عن المشتري، دي نمرة واحد، وتأمين المشتري. وزارة العدل بسن القوانين والعقود اللي تحمي بالذات، دي الحته المهمه بقى، السجل العيني والشهر العقاري. يعني الوحده بتبقى مضمونه لدى المشتري، والشراء عن بعد، خلي بالك مش لازم يعني يجي ويشوف ويعين، ده الشراء عن بعد. فدي تقدم كبير وتطور كبير قوي. ووزاره الماليه بتضمن السيوله، لان المطور بياخد فلوسه بالجنيه المصري طبعا، في نوع بياخده بالقسط من 6 لـ 8 سنين، وفي نوع هيتاخد اقل من كده بسنتين، وهكذا حسب الوحده. لو جهد فورا او فضل لها 6 شهور او فضل لها سنه، يعني حسب المطور ما بيقدم. وهي كلها مقترحات، وفي الحقيقه هي كانت اكثر من 20 مقترح. ولذلك غرفه التطوير العقاري يعني اتفقت انها هتجمع هذه الاقتراحات كلها، وهي هتقدمها فورا لوزاره الاسكان وللدكتور وليد عباس اللي كان بيقود هذه الجلسه. سيادة النائب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.